حلف شمال الأطلسي. حلف عسكري أوروبي أنشئ في مواجهة حلف وارسو في أوج الحرب الباردة، وبعد انفراط عقد الاتحاد السوفيتي توسع حتى ضم معظم دول حلف وارسو وعقد اتفاقا مع روسيا يبلغ عدد أعضائه 28 دولة. أسس حلف شمال الأطلسي الناتو عام 1949 بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وقعت في واشنطن في العام نفسه. وكان دور الحلف في فترة التأسيس تولي مهمة الدفاع عن أوروبا الغربية ضد الاتحاد السوفيتي والدول المشكلة لحلف وارسو آنذاك في سياق الحرب الباردة، وتساهم كل الدول الأعضاء في الحلف بنصيب من القوى والمعدات العسكرية. يتخذ الناتو من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لقيادته. يؤكد الحلف أن هدفه الرئيسي هو حماية سيادة وحرية وأمن كل أعضائه بكل الوسائل السياسية والعسكرية. يتشكل حلف الناتو من 28 دولة، بينها دول كانت مؤسسة للحلف ودول انضمت إليه فيما بعد، وقد ضم في فترة تأسيسه عام 1949 الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك القوة العسكرية الأكبر داخل الحلف بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى، إضافة إلى فرنسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، أيسلندا، وإيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، وإنجلترا. وفي سنة 1952 انضمت إليه تركيا واليونان التي انسحبت منه في الفترة ما بين عامي 1974 و1980، ثم انضمت ألمانيا الغربية سابقا عام 1955 ومرة أخرى عام 1990 بعد اتحادها مع ألمانيا الشرقية. وعرف عام 1982 انضمام إسبانيا ثم التشيك والمجر وبولندا سنة 1999، وفي سنة 2004 انضمت بلغاريا وإستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، ورومانيا، ثم سلوفاكيا وسلوفينيا. وكانت تلك من أكبر عمليات الانضمام في تاريخ الحلف. وفي يناير 2009 انضمت كل من كرواتيا وألبانيا إلى الحلف ليصبح عدد أعضائه 28 عضواً، وتستمر دول أخرى في مسار المفاوضات بشأن الانضمام إلى الحلف مثل مقدونيا، جورجيا، وأوكرانيا. ودعا الحلف دول أخرى مثل البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود في قمة لاتفيا عام 2006 أيضاً إلى التعاون معه بشكل رسمي. ما هي مناطق تدخل الناتو؟ تدخل الناتو في البوسنة والهرسك سنة 1995 ونشر قوات حفظ السلام فيها. قام بضربات جوية على يوغوسلافيا بسبب الصراع في كوسوفو سنة 1999 ودخول قوات الناتو كوسوفو. أرسل قوات إلى مقدونيا لمهمة حفظ السلام سنة 2001. كلف الحلف بمهمة قوات المساعدة الأمنية الدولية إيصاف في أفغانستان سنة 2003. وبالإضافة إلى المهام العسكرية يقوم الحلف بدور آخر مثل أعمال الإغاثة الإنسانية، كما في حالتي تدخل قوته للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب باكستان سنة 2006 وإغاثة المتضررين من إعصار كاترين الذي ضرب الولايات المتحدة سنة 2006. أعلن الحلف عن عدد من المبادرات، من أهمها مبادرة الشراكة من أجل السلام سنة 1994 تحت مسمى دعم العلاقة مع البلدان التي تقع على أطراف الحلف الأطلسي مثل البوسنة وصربيا والجبل الأسود والتعاون معها، وكذا توقيع اتفاق تأسيسي لمجلس الناتو روسيا عام 1997 لمنح روسيا دورا استشاريا في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومع بداية الصراع في كوسوفو علقت روسيا كافة علاقتها مع الناتو ليتم تفعيل مجلس الناتو روسيا بشكل رسمي عام 2002. وأيضا مبادرة إسطنبول للتعاون التي أعلنت عنها قمة الحلف سنة 2004، الداعية إلى ما سمته التعاون مع دول الشرق الأوسط لتعزيز الاستقرار ودعم السلام في المنطقة. يعتبر مجلس شمال الأطلسي الهيئة الرئيسية المكلفة باتخاذ القرار السياسي في الحلف، ويجتمع مرة كل أسبوع أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على مختلف المستويات. يرأسه الأمين العام الذي يساعد الأعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية. يضم الحلف أيضا شبكة من اللجان تتولى التعامل مع جميع الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، بدءا بالقضايا السياسية وصولا إلى القضايا الفنية الأكثر تعقيدا. عند تنفيذ قرارات سياسية لها اعتبارات عسكرية، تكون الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة هي اللجنة العسكرية وهيكل القيادة العسكرية. يمتلك حلف شمال الأطلسي قوات دائمة محدودة تحت تصرفه، وعند موافقته على عملية عسكرية تشارك الدول الأعضاء بقواتها على أساس التطوعي، والأمين العام هو أعلى موظف مدني دولي في الحلف،
وهو مسؤول عن توجيه عملية التشاور واتخاذ القرار، وهو كذلك المتحدث الرئيسي باسم الحلف، ويرأس الموظفين الدوليين التابعين للمنظمة.